كنشكر مورو كوميديا نيوز على المتابعه ديالها العمل ديالنا لمسرحيه التضاف اللي هي من انتاج جمعيه ابا العز بشراكه مع وزاره الثقافه والشباب والرياضه. هذا العمل اللي كيحمل عنوان التضاف اللي هو من اخراج الفنان محمد ابوري اللي كيتناول الموضوع ديال حقوق المراه الامازيغيه ولا وضعيه المراه الامازيغيه في العالم القروي. هذا العرض الرابع حنا في مدينه اكادير، وهذا العمل كما تعرفوا جاء في اطار الدعم ديال وزاره الثقافه اللي كيدير هذه السنه استثنائيا مع الاسف وبدون جمهور للحد من انتشار فيروس كورونا. كنشكروا يعني المتابعه الاعلاميه ديالكم، وكنشكروا كذلك جميع المساندين ديال الجمعيه في العمل ديالها، وكنخص بالتذكير بلديه اكادير وزاره الثقافه وجميع الشركاء اللي كيدعموا العمل المسرحي الامازيغي، وكذلك المديريات ديال الثقافه بجهه بلميم وادنون وبجهه سوس. كما كتعرفوا بانه مسرحيه سبقنا درنا عروض بجهه بلميم وادنون بمدينه سيتي افني وفي ميرليفت وكذلك مدينه انزا، وحاليا اليوم كتوجدوا مدينه اكادير في مركب خير الدين، ومازال عندنا ان شاء الله العرض الخميس. كنتمنى ان شاء الله مستقبلا نتلاقاو مع الجمهور ديالنا اللي يشوف هذا العمل الامازيغي الرائع اللي جايب يعني نمط جديد من الكوميديا وكذلك من التراجيديا الامازيغيه اللي كيستمد القوه ديالو من التراث ومن الاساطير من الاسطوره الامازيغيه بشكل عام.